يقول السائل: ما حكم من يبيع صبائغ تلوين الشعر وحكم بيع الروائح؟ ما حكم من يبيع صبائغ تلوين الشعر؟ أصباغ، يعني يبيع الأصباغ. وحكم بيع الروائح؟ ما في مانع بيع الأصباغ، ما في مانع، لكن الكلام على الاستعمال. البيع لا بأس، لكن الاستعمال، الرجل لا يجوز له أن يصبغ بالسواد، وكذلك المرأة لا تصبغ الشيب بالسواد. إذا كان فيها شيب في الرجل أو شيب في المرأة فلا يجوز صبغه بالسواد. قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فلا يجوز صبغ الشيب بالسواد، وإنما يصبغ بغير السواد. نعم. يقول السائل: هل يستفاد من هذا الحديث، يعني الحديث الذي ذكرته، هل يستفاد؟ بقية السؤال الثاني اللي قبل هذا، غير الأصباغ، وشو؟ بيع الروائح. روائح؟ نعم، يعني بيع الطيب. ما في بس طيب، هذا من الطيبات، بيع الأطياب، أنواع العطر وأنواع البخور وأنواع، هذا من الطيبات، ثمنه طيب وبيعه حلال، ثمنه حلال. نعم. يقول السائل: هل يستفاد من هذا الحديث إثبات صفة الشم لله؟ الله يهديكم، ما نثبت شيء إلا ما أثبته الله أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الحديث ذكر الشم لله عز وجل، ما ورد في الحديث ذكر الشم حتى نثبته لله عز وجل. فلا تتكلفوا هذا التكلف، اقرأوا الحديث كما جاء وروه كما جاء، ولا تثبتوا شيئا لله لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله. الله ما ذكر الشم ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الشم لله عز وجل، فلماذا نتكلف هذا التكلف؟